انتوا الشعب العظيم اسقطتم مشروع الاهل والعشيره، رفضتوا حكم المرشد، قلتوا لازم نرجع مصر المخطوفه، علشان كل اللي عملتوه هنكشف كتير من المستور، من المسكوت عنه، يعني الجماعه دينيه ولا سياسيه؟ طيب ازاي بيتاجروا بشبابهم؟ وايه علاقتهم بالماسونيه ومشروع الشرق الاوسط الجديد؟ من شهادات البعض منهم، من وثائق وتسجيلات هتعرفوها لاول مره، تاتيكم مركزه، لان اللحظه تستحق الكبسوله.